ليش ركبتي معي بالسيارة؟ يا أخي كرمال الله، كرمال الله، هلا امشي بسرعة، دوس بوس إيدك. طيب مين هذا اللي عم بيلحقك؟ شو بده منك؟ لك يا أخي خلصني امشي، بعدين بحكي لك كل شيء، عم قول لك امشي. طيب طيب ماشي. شو علي مفكرة حالك ما رح جيبك؟ تمام الحمد لله، خلص راح يا أخي، راح خلص يا أخي، مشي الحال وراح. خليني أقرب لقدام لأحكي لك القصة. تفضلي احكي لي لأشوف شو القصة. يا أخي هاد السمان اللي تحت بيتي باخذ من عنده غراض. ايه وشو بده منك؟ ليش لاحق؟ يا أخي أنا لأنه مديوني وبده مصريات. ايه وليش ما عم تعطي مصريات وأنت؟ ما معي أنا يا أخي، لو في معي والله كنت أعطيته، صدقني ما في معي. طيب يا أختي أنت إذا ما معك مصاري ليش بتتديني منه؟ أخي أنا محتاجة، كيف بدي طعمي وعيش ولادي كيف؟ طيب أنت وين زوجك لحتى عم تروحي تتديني وما عم تدفعي؟ يا أخي أنا زوجي متوفي له 6 أشهر، وين بدي روح بحالي؟ وين بدي روح بولادي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا إذا هيك بختلف الحكي، خلص ولا يهمك. طيب يا أختي خلص أنا رح ساعدك وراح أعطيك الحق، دليني وين صاير محله؟ هلق ما بيكون بالمحل، هلق بيكون ناطرني تحت البناية. ماشي خلينا نروح لعنده، دليني. تمام يا أخي كتر خيرك، اطلع من هون. وين صار؟ وين صار؟ هاد هو ليك واقف قدام البناية هون. طيب تجي يعني لقيمت هذا أنت؟ طيب من صار ليك؟ شو بدك منا هناك؟ وقف لنحكي لك. هاي واحدة حرامية يا أخي، بتجي لعندي بتاخذ وبدينا وميت السلامة بقلها وأهلا وسهلا، وبالأخير بتعمل بتشيل حاله وبتهرب من وشي كل ما بتعدي من قدام المحل. هذا الحكي بجوز من الله يا اخي بجوز؟ طيب انت كم حسابك؟ يا اخي تقريبا شغله 800 درهم حسابها، ما هيك؟ ايه مضبوط يا اخي. طيب طيب تكرم. تفضل اخي هي الفين. اسمع شو ما بدها بتحتاج بتعطيها من عندك المحل، بس خلصوا وبتخبرني هي رقمي. بتتصل علي برجع بحول لك شو ما بدها بتعطيها من المحل، ماشي؟ تمام يا أخي إذا هيك ما في مشكلة، يا ميت السلامة فيك وفيها تشرفوا. تمام خلص بتجي لعندي بتاخذ اللي بدك اياه. تمام يا خلص شو ما بلزمك يا أختي خذي. ماشي يلا على نزلكم. سلام كثر خيرك يا أخي، الله يسلمك ويعوض عليك. الله يسلمك. شكرا يا أخي كثير إلك، يلا عن إذنك. استني يا أخي لا يا أخي الله يقدرنا على فعل الخير. إذا حبيتوا الفيديو ما بتخسروا شيء إذا حطيتوا لايك، حطونا لايك للفيديو، اكتبونا تحت بالتعليقات ما شاء الله.